الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ليتخيل أحدنا لو أنه عندما صلى الصبح التقى بجاره وقال: إني البارحة في وقت متأخر من الليل وجدت باب دارك مفتوحا فبادرت وأغلقته، فينبغي أن تحتاط في قادم أيامك لإغلاق بابك. إن التصرف الطبيعي من أي واحد منا أن يبادر بشكر هذا الجار وأن يشعره بامتنانه له ويحفظه له جميلا ويستمر في الثناء عليه ويحمد جيرته ويثني عليها. وهذا أمر مما تحمده العقول الصحيحة وتؤكده شريعة الإسلام قبل ذلك. ونحن الآن بين أنظارنا وفي مشاهدنا حال هي أعظم من هذه، وهي ما يبذله رجال الأمن من جهود عظيمة من أجل استقرار أحوالهم، من أجل استقرار أحوالنا وحفظ أمننا الذي هو نعمة من الله جل وعلا إذا توطدت واستقرت في المجتمعات. ولذا فإنه مما يبذل من جهود الأمن لا يحيط به كثير من الناس، وإنما تحيط به القيادات العليا وخاصة الأمنية. فكلما على هؤلاء في رتبهم وفي هرم المسؤولية فإنهم يتحملون ما لا يتحمله كثير من الناس. تجد كثيرا من الناس يذهب إلى نومه وإلى ارتباطاته المجتمعية وهو غير مسؤول عن كثير من الأمور، غاية ما هنالك أن يكون اتصاله بأهم الناس بالنسبة له، وهو ما يسمى الخط الساخن مع والديه مع أهل بيته. هؤلاء إذا اتصلوا في حال ليل أو نهار يبادر بإجابتهم. هكذا أيضا المسؤولون عن الأمن، فإنهم مهما ارتبطوا ومهما كانوا في غيبة نومهم لكنهم تحت الطلب لأجل المتابعة وإدارة الأمور والسيطرة على ما قد يستجد من أحوال. هؤلاء في شتى ميادينهم، سواء على الثغور والحدود كما هو حال إخوتنا الذين على الحدود الجنوبية في مواجهة الحوثيين وأعوانهم ومن وراءهم وما يحاك هنالك، فإنهم يبذلون من الأمور رباطا وجهادا ما نسأل الله تعالى أن يعظم لهم به المثوبة ويجزيهم عليه الجزاء الأوفى. وهكذا رجال الأمن في شتى المواقع والميادين في شتى الميادين والمواقع يقومون بهذه الأمور، وهو وإن كان واجبا عليهم باعتبار المسؤولية الوظيفية لكنه واجب عظيم يوجب علينا جميعا أن نستشعره وأن نقدره. وأقل ما يقدم في ذلك وهو عظيم أن يدعى لهم في ظهر الغيب، فإن الدعاء جند من جنود الله العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفزع إليها في كل أحواله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في صلاته دعاء لأولئك الذين كانوا يجاهدون ويقاتلون المشركين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى هذا الدعاء في حال المواجهات الأمنية التي تكون مع أعداء المسلمين. فحري بالمسلم أن يستشعر هذا الأمر وأن يكثر من الدعاء لإخوانه بالثبات والأجر. ثم أيضا جانب آخر، أن يكون الإنسان من نفسه عونا في إثبات المنظومة الأمنية
لأن رجال الأمن مهما تعددت وكثرت لأن رجال الأمن مهما كثر عددهم فإنهم لن يغطوا كل المواقع، ولكن وجود أولئك الذين يستشعرون هذه الأمور وهذه الأحوال بحس أمني تساعد على أن تجعل من كل واحد منا رجل أمن، لأنه لا يدرى أين يكون الخلل وأين يستهدفنا الأعداء، سواء أهل الفكر والضال، أهل الفكر الضال من الخوارج وأشباههم، أو كذلك غيرهم من الأعداء. فاستشعار الواحد منا لهذه الأمور يساعد على أن يجعل من نفسه عينا رقيبة وساهرة على حفظ الأمن، ولا يكون هذا إلا باستشعار المسؤولية، فإننا مستهدفون في أمننا وفي عقيدتنا وفي اجتماعنا وألفتنا وفي غير ذلك من نعم الله علينا. فحري بنا جميعا استشعار هذه الأمور وشكر الله جل وعلا على ما أنعم والعمل على استقرار كل هذه النعم. فنسأل الله جل جلاله، نسأله سبحانه أن يسبغ علينا من نعمه، وأن يوفقنا لشكرها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك لنا في بلادنا هذه الأمن والطمأنينة، اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار وصلاح الأحوال والاجتماع، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ثبت وسدد إخواننا المرابطين والمجاهدين من رجال الأمن في كل مواقعهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، سدد رميهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم واشمل بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.